مساء الخير لحضراتكم مشاهدي متابعي منصة الكبير ميديا. معانا الاسطى حسين وشاجي الذهب ما شاء الله هيكون معانا النهارده وهيعمل حاجات جامده جدا. الشغل في الذهب يا جماعه صعب والصنعه ليها خبايا كتير. هيعمل لنا النهارده ده تنين مجنح هو شغال فيه وبيصنعه ما شاء الله حاجه جميله جدا. وهيقول لنا ايه سر خبايا الصنعه حاجات كتيره. الشغل في الذهب صعب ودقيق جدا والصنعه ليها خبايا كتير ولازم عشان تتعلمها لازم يكون صبور زي ما قال لنا حسين قبل اللايف. ما شاء الله حد بيقول لك ما شاء الله يا فنان. ورشاج الذهب اصله في الجماليه مكان صقل الذهب والدمغه يعني كل الورشجيه بتوع زمان والقدام بداوا من الجماليه. كلنا فاكرين مسلسل المال والبنون عبد الله غيث كان ورشجي وكان مع صاحبه لما لقى الذهب. ابو احمد بيقول لك برضه ايه ده المهندس الكبير تحياتي لك يا هندسه الناس كلها ما شاء الله عليه. قول لي هنعمل ايه في التنين دلوقتي بنجهز له ايه؟ اخر حاجه فيه ان عباره عن ايه بقى اللوزه التعليقه بتاعته اللي هتبقى ايه. طب نشيل الفرشه شويه عشان تمام اكتر. ايوه ربنا يسعدك ويوفقك يا غالي كرم احمد بتقول لك ما شاء الله ايه الحلاوه دي كلها يا غالي. الحمد لله ما شاء الله عليك يا حسين. قرب التنين عندك عليك شويه كده يا حسين عشان يبان معايا. ايوه ما شاء الله ده التنين هيبقى الدلايه بتاعت سلسله مش كده؟ دلايه سلسله ودي اخر مرحله فيها اللي هو هيعمله. والعين هتبقى لونها برضو ايه يا حسين؟ العين بتبقى فص يبقى المفروض احمر. فص احمر فص احمر عين التنين حمراء عين التنين حمراء بيقول لك بتطق شرارة بيبخ بخ نار. ايوه بخ نار الاسطوره اللي هي الصينيه. حد بيقول لك ربنا يحسب بين ايديك. طب يا سيدي هنظبط ايدينا في التصوير احنا ظابطين اهو. الناس متابعه عن كسب يعني ما شاء الله. قول لي يا حسين بنتها تحتيج ناس من الجماليه بس يعني هنا في الغابات. اصل الصنعه الجماليه طبعا اصل الصنعه. ايوه اللي بقالك كام سنه شغال فيها يا حسين؟ من عندي 7 سنين. من عندك 7 سنين ما شاء الله. انا عندي 38 يعني لازم تبقى صبي الاول بعد كده صنايعي بعد كده معلم. بالظبط. اه زي اي صنعه. ايه بتفرق ايه عن الصناعات التانيه يا حسين؟ فن يعني الحته دي انت مصنعها من الاول لاخر؟ من الاول لاخر. من الاول لاخر. طب ليها بتعملها ازاي؟ الصوره تبدا ازاي؟ يعني ليها قالب بتصب فيه امال؟ صوره يعني انت بتجيلك صوره بتيجي حته ذهب بتشكلها على زي ما انت عايز. يعني دي جاي لك صوره من زبون؟ صوره على الواتس وبشتغل. صوره من الواتس يعني الزبون طلبها كده. جميل. اللي هي دي الصوره دي اللي هي دي حسين صنعها كلها من الالف للياء يا جماعه. جزء جزء. جزء يعني يعني مش حته واحده يعني بتصنع مثلا الوش الاول عن الجناح الاول وبتلحمهم في بعض. بتقعد تنحت فيها. تنحت فيها نحت. طيب.
قول لي بقى ايه بتفرق ايه صناعه الذهب يعني قبل ما نصور معاك تقول لي ايه استنى لما انظف مكاني واسلمه واستلم واسلمه يعني ايه فهمني بقى يعني بس انت ما كنتش شغال في فضه لازم تنظف درجك كويس لأن انت بتستلم ذهب ايوه ذهب بالذات العيارات بتبقى على الشعر الوزن لا ولا العيارات نفسها لا اهم حاجه 18 بقى اسكان 18 ولا 20 ولا 24 ايوه ايوه ما يبقى ما يتخلطش بالفضه الثانيه جميل اوريك كل حاجه جميل ما شاء الله فين الصنعه ما شاء الله زي ما شايفين حضراتكم الصنعه لها اصول يعني انت بقالك كام سنه شغال في الصنعه يا حسين ما شاء الله 31 سنه خبره ما شاء الله عيوز من الصغير يعني انت عندك 38 سنه دلوقتي ربنا يزيدك ربنا يزيدك ويديك يزيدك من صحتك من الصحه عيد ميلادي 25/5 كل سنه وانت طيب بسم الله ما شاء الله يعني حسين بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه ويحسن ما بين ايديه ويرزقه بالحلال يا رب كل يسعى على رزقه اهم حاجه الحلال الصنعة بتاعتكم يعني فيها الأستاذة أمينة بتقول لك ما شاء الله تبارك الرحمن الله يسعدك ويرزقك ويرزقك من الجزائر الست أم أمينة الست أمينة الياس بنتنا أمانة أمانة بس يعني بيشتغل في حاجة غالية سيبك من غالي أو رخيص الأمانة 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 برضه سن الصنعة لما يكون عندك أمانة في أي صنعة مش بس الذهب الكذاب فيها حرام الكذاب الكذاب فيها حرام يا مشاهدي متابعي منصة بكبير ميديا احنا مع حسين النهاردة وعمل زي ما انتم شايفين حضراتكم التنين المجنح اللي هي الاسطورة الصينية التنين المجنح صنعه من الالف الياء وهو دلوقتي بيشطب فيه زي ما انتم شايفين صورة على الواتس اه ايوه يعني انت جات لك صورة وانت صنعت ما شاء الله طب ليها شروط الصنعة يا حسين؟ لها شروط الصنعة يعني مثلا في واحد يقول لك ده دخل يتعلم الصنعة ما عرفش او ما نفعش حب شيء يديك حب شيء تحترمه اه حب الشيء يديك تحترمه وتحترمه تحترمه في اي صنعة مش بس الدهب اي صنعة تحترمها طب صناعة الذهب يعني او ورشاجي الذهب زي ما نقول مهنة صعبة ولا اي حد يتعلمها صعبة طب ايه اللي بيفرق الصنايعي عن الصنايعي؟ يقول لك ده صنايعي شاطر وده مش صنايعي ايه نص نص. تبقى عارف حتة الشغل هتبدا فيها منين تنتهي فيها فين؟ بداية البداية فين والنهاية فين؟ البداية البداية والنهاية البداية ما شاء الله ايه المواد دي يا حسين؟ المواد دي ايه؟ عبارة عن ايه؟ مية نار ومية عادية وتشطب بيها وتبرد بيها بسم الله ما شاء الله مساء الفل ده الصح الحمد لله تمام بسم الله ما شاء الله عليك يا حسين حاجة جميلة جدا الناس كلها يعني بتدعي لك الله ينور عليك يا معلم حسين يعني اصعب عروض رجع لك في حياتك العمليه كان ايه يا حسين؟ يعني في جرب بيجي لك حاجات صعبه مثلا احنا في الغردقه اجانب وكده مهما كان الشغل صعب بدايته فين واخره فين؟ بدايته فين؟ اهم حاجه عارف بدايته بدايته فين واخره فين؟ اهم حاجه انك تتقن الحاجه هتبدا ازاي وتنهي ازاي؟ عارف البدايه عارف البدايه الشغل الاصعب الذهب ولا الفضه؟ الاثنين واحد الاثنين واحد ممكن تصنع شكل زي ده فضه وزي الذهب هو هو ممكن تصنع نحاس برضه نحاس الاصعب النحاس يعني اصعب عن الذهب والمعدن كله مش قصه صعب المعدن كل واحد يختلف ان ده معروف فضه ده معروف ذهب ده معروف نحاس يعني ده معروف فضه ده معروف ذهب ده معروف نحاس اللي يصنع اي معدن يصنع اي معدن خلاص طيب هنبص عليك كده على الدرج اللي انت بتقول عليه كده
ده الدرج بتاعك على طول بيبقى على طول مفتوح، على طول مفتوح يعني بقى يعني البراده بقى البراد بتاعت التصنيع بعد كده بتسلم تاني. انت حاطط ايه دلوقتي يا حسين؟ ميه. ميه عاديه؟ ميه ضد انكار. انكار عشان هتتحمى. العده بتاعتك بقى مختلفه عن صنع تانيه؟ اه طبعا. صغيره يعني. هي العده دي حاجات صغيره خالص، بنسة وزراديه، وعندك كمان برجل. كده هننحم دلوقتي مش كده؟ كده حسين بيشطب التنين اهوت. حضراتكم هيعملوا الدلاية اللي هيتمسك فيها السلسله. نزلت على اقول لك كل سنه طيب على عيد ميلادك يعني عقبال 100 سنه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين ما شاء الله حسين. بسم الله ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديك يا حسين بجد والله. بسم الله ما شاء الله عليك ربنا يحميك ويحسن لك سوقك. حد الامينه الجزائريه بتقول لك حب المهنه تخليك فنان كل مره تبدع فيها يعني لما تحب مهنتك. كده انت شطبت في حاجه بتلمع بقى حاجه اللي في لها تلميع تاني بعد ما تخلص كده لان حصل ما فيش دور. انا بقى دور التشطيب ده في بقى دور التشطيب ايه؟ لو بيشطب الشغل ده احمد يعني انت دورك انك تصنع. انا تصنيع في اللي بيشطب من بعد. ايوه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين حضراتكم بقى ده بقى تنين. بسم الله ما شاء الله بيشطب بقى حاجه ثانيه التشطيب عباره عن ايه يا احمد بقى قول لي كده؟ ايه؟ التشطيب هيحصل له ايه يعني؟ قول لي. بيبقى حاجه ثانيه طبعا. يعني بيحصل ايه الدورات اللي بياخدها ايه؟ بيبقى مثلا في حاجات مطفيه في حاجات بتلمع. حته الروح بتاع حته الشغل بقى. حته الشغل بقى بيبقى لها روح ثاني بقى مختلفه. انا شايف كل حاجه باينه هي بق التنين ولسانه كمان. لسانه وسنانه. ونحو وسنانه كل حاجه كل حاجه زي ما جت في الصوره اللي جت لك على الانترنت. اللي انا قلت لك على الواتس. في زبون بيجي لك مخصوص وعارف حسين بيعمل ايه؟ هنا المعلم بتاعنا ليه زباينه معروفين هو مشهور باسم الفنان اصلا. باسم الفنان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني بيطلب حسين بالاخص يعني مثلا لا انا مجرد مجرد باخد الامر منه نفسه. يعني بيجي على الورشه اسم الورشه. اسم صاحب المكان. ايوه 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 يعني صنع. لا اسم صاحب المكان واحنا بننفذ كلامه. ايوه ايوه جميل انك تكون بتعمل حاجه مختلفه. لا يعني اولادك علمتهم الصنعه مثلا او هتعلمهم الصنعه؟ لا لسه صغيرين. ايوه يعني في دماغك انك تعلمهم الصنعه؟ طبعا ما ابن المهندس هيطلع ايه؟ مهندس. طيب في يعني لا يعني اولاد كتير ما يحبوش صنعه والدهم. يعني هتصنعهم ازاي؟ يعني ما شاء الله انا شايف شغلي ما شاء الله. انا مقتنع بحاجه واحده بس ربنا بيخلق كل واحد لما يسر اليه. ربنا بيخلق كل واحد بما يسر اليه. بما يعني بما يسر اليه ربنا ييسر لك حاجه خلاص ربنا خلاص خلاص ما شاء الله. طيب نشوفك بتعمل حاجه ثانيه غير التنين لو في ادي خدمات. بس بقى في شويه حاجات كده في حاجات البسيطه دي ممكن برضو نطول معاك ونتفرج عادي مفيش مشكله ماشي. طب دلوقتي احنا شطبناها خلاص ممكن نعمل ايه تاني معاك دلوقتي ممكن في شغلتك؟ دلوقتي صعب شويه. صعب طيب ممكن تعرفنا بقى عن المعده دي ايه؟ دي عباره عن ايه؟ جلخ. بتعمل ايه بيحصل ايه؟ ده اللي بيفرد الشغل سواء انا عايزه سلك سواء مبسط.
يعني انا كنت شفتك قبل اللايف الدلايه نفس الحته اللي انت بتاعت الدلايه اللي هي بتتفرد بتتفردها بيها بعد كده بتتشكل حسب ما احنا عايزين حسب ما انت عايز بقى بعد كده حسب حته الشغل اللي قدامك انت بتديه بتشتغل عليه ما شاء الله ما شاء الله بجد احنا يعني استمتعنا باللايف معاك يا حسن نمسك كده الحته اللي مش طبقتها ما شاء الله يا جماعه ده كان التنين اهوت بسم الله ما شاء الله اقلبها بس شويه كده عشان تبان ايوه ما شاء الله ده كان التنين كنا معانا حسين صنعة الذهب ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يحسن سوقك يا حسين وكل سنه وانت طيب الناس كلها بتعلق لك حاجات جميله حب المهنه تخليك فنان كل مره تبدع فيها ما شاء الله كلام جميل ودي كانت دي ورشه بسيطه بتاع حسين ولازم يفتح الدرج يعني كده حتى ايديك بتنضف ايديك بعد كده بتاخد البراده ديت بتديها من الاول ثاني وبيستلمها المعلم بيستلمها وزن ووزن ليك ليك هالك نسبه هالك برضو طبعا ايوه طبعا بس المعلم بيبقى عارف نسبه الهالك ايه بيبقى كام في الميه مثلا مثلا اخدت 5 جرام بيتباع مثلا 4.5 سبكه على مثلا درج بتاع 20 مللي 15 مللي ليها مقدار معين لها مقدار معين معروفه ما شاء الله ربنا يحسن سؤالك يا حسين بسم الله ما شاء الله لو انتم شايفين حضراتكم طيب تقول لي المعلم اللي علمك تقول له يعني نقول له نقول له يعني تحييه تقول له ايه؟ شكرا شكرا علمتك صنعه ما شاء الله طب نذكر اسمه ينفع؟ لا ليه؟ يعني يعني انت بتعزه وانت تقول له شكرا ما هو فيها شكرا في غيابه دي بالدنيا دي عند ربنا عند ربنا عند ربنا شكرا ليك يا حسين بسم الله ما شاء الله يعني كان معانا حسين في اللايف ودي معداته بس كده حسين معدل ايد بس كده خلاص دي عدتك البسيطه خالص دي والمايك النار والمايه العاديه بسم الله ما شاء الله ربنا يعني يحسن سوقك ويهديك لصنعتك بسم الله ما شاء الله انا شايفك راضي ما شاء الله عليك وزي ما انت قلت لازم يكون الصنايعي عنده ضمير وعنده مبدا ان هو راضي بالشيء اللي معاه امين على الحاجه اللي وامين على الحاجه اللي في ايده اي صنعه مش بس الدهن اي ما اي حاجه اي حاجه النبي لو في خشب حتى يلا كل سنه وانت طيب وكنا سعداء معاك في اللايف وشكرا لك يا حسين وشكرا لحضراتكم وكنا معاكم في لايف مع الاستاذ حسين وعمل تنين مجنح زي ما انتم شايفين ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله مشاهدي متابعي